افتح، كن صاحب ثغر باسل، فالابتسامة مفتاح القلوب. وقد يكون الفرق بين كلمة هينة وأخرى قاسية أن الأولى تصاحب ابتسامة والثانية جافة لا بسمة فيها ولا انفراج ثغر. ولقد أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بالابتسام فقال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وقال: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فليسعكم منهم بسط الوجه وحسن الخلق. فالابتسامة صدقة، والابتسامة معروف، والابتسامة توطئ لك الأكناف وتفتح بيسر مغالق القلوب. فهل الابتسامة تكلف الكثير؟ هل هي شاقة أو أنها تؤذي الوجه؟ فإن كانت الإجابة لا، حتما كما ستكون إجابتي وإجابتك وإجابة معظم البشر، فلما الزهد في الابتسام والإسراف في التكشير والعبوس؟ هل قال لك أحدهم ذات مرة منتقدا شخصا ما: إنه لا يبتسم أبدا؟ أو قال لك واصفا شخصا بعينه أن له ابتسامة جذابة؟ ما أريد قوله أن الابتسامة كالسنار، ما إن يراها القلب حتى يعلق بها. ولقد حدث وأن طالب عمال أحد المحلات بباريس بزيادة مرتباتهم، فرفض صاحب المحل. فما كان من هؤلاء العمال إلا أن لجأوا إلى حيلة بسيطة، وهي التكشير وعدم الابتسام في وجه الزبائن. وقد أدى ذلك الشيء إلى انخفاض معدلات البيع في الأسبوع الأول بنسبة 60%، نعم 60%، مقارنة بمتوسط دخله في الأسابيع السابقة. فما الذي حدث؟ فقط التكشير أصاب الزبائن المحل بعدم الراحة، وثم لم يجدوا لديهم الرغبة في الشراء. فإذا كان العلم أثبت أن الفرد حينما يبتسم فإن 13 عضلة تعمل، وعندما يكشر تعمل 47 عضلة، فلما نصر على التكشير الذي يرهق النفس والقلب والعضلات؟ دمتم سالمين.